صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله مرسوم رقم 46 لسنة 2018 بتجديد تعيين رئيس تنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يجدد تعيين الدكتورة مريم عدبي الجلاهمة رئيسا تنفيذيا للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك لمدة 3 سنوات.